السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أنا كنت بانتظار البقية يحضرون، لكن على كل حال، طيب، هل في إشكال يتعلق ببعض المفردات المقررة قبل أن نبدأ؟ نعم، الملخص الموضوع الملخص المطلوب هو يتعلق بملخص، في ملخص عبارة عن 109 صفحات. المشكلة يعني هل ممكن إرساله هنا في المجموعة في هذه الغرفة؟ لا أدري كيف أرسله هنا. نشوف طريقة إرساله. كيف الإرسال مثل مثل حالنا في بالنسبة للإيميل، طيب إذا زعمت شاشة العرض هل ممكن تنزيلها عندكم؟ شارك التطبيقات لحظة، أنا أشوف الموقع هنا في الأسئلة أدوات التواصل كذا في المنقصة. على كل حال، إذا كنت في زيارة كثير أذكرك مكتبة نبراس، هذه عندها هذه المذكرة كاملة لتطبيقاتها. بس أرسل على منتدى المناقشة. الآن أنتم المنتديات فتحت معكم، طيب الملخص اللي معك ما هم الآن؟ جيد، ملخصات لا تكفي، ملخصات لا تكفي.
السلام عليكم. ما هو من الخصال اللذان معك الآن؟ والاستفسار عن الذاكرة. أنا في استفسار الآن في ال توني أشوف الآن استفسارات. طيب أنا الآن أرسل سبحانه وتعالى للذاكرة أرسلها الآن على المنتدى. ما أعرف الاسم، ما أعرف أحد الاسم، لكن كم صفحة هو؟ في الملخص الموضوع من الحوسر أرسل نسأل الله حاول أرسل أحمد جديد. Thank you.
طيب مرحبا بالإخوة الأخوات اللي دخلوا مؤخرا. طيب أنا الآن أنا تم معي الصوت مسموع الآن واضح؟ هل الصوت الآن واضح مسموع؟ نعم الآن تم إضافة المذكرة على منتدى المناقشات المناقشة الآن المنتدى في منتدى المناقشة مضاف للآخر طيب أنا وجدتموه جيد بعد البقية هل طلعتم عليه الآن؟ طيب الآن واضحة. طيب هذه هي تقريبا هذه يبدو الله أعلم يعني تتابع عليها جهدك أكثر من طالب أكثر من طالبة يعني تم تفريغها وتم تدقيقها ولهذا في تعليقات مدققة ومع ذلك أرجو أن تسمع هذه الكلمة مع ذلك فلا بد من الاستماع إلى المحاضرات المسجلة. وأنت استمعت محاضرة مسجل أيضا ممكن تضيف جهد يعني آخر من زملائك ويعني يستفيد منك من بعدك كما أن هذه يعني المذكرة بقيت يعني أجرا دائما لا ينقطع لمن يعني حر أفرغها ويعني يتابعها ودققها كذلك أنت أيضا تحاول أنك أيضا تستفيد. الأخت اللي تقول الترم اللي فات سبق أن درست مع الفصل الماضي طيب الحمد لله في أحد معنا سبق أنها يعني أعاد المقرر. طيب على كل حال استدراك للوقت الآن حبذا لمن يعني بدأ يذاكر حصل على إشكالات عنده أنا يعني الآن نحاول حل بعض الإشكالات اللي جابعنا لأن كما تعلمون الحلقات أو اللقاءات الحية لا تكفي أبدا لعرض كل المحاضرات المقررة فضلا عن أن اللقاءات الحية ليس من وظيفتها إعادة محاضرات مسجلة. هذه تعليمات يعني للعماد المسجلة يقولون محاضرات مسجلة هي المقررة هي المحتوى المطلوب واللقاءات الحية عاضدة وداعمة وموضحة للغامض وكاشفة لبعض الإشكالات ويعني تعطي مساحة للطلاب للأخذ والنقاش في بعض المسائل حتى يعني يحصلون على ما يستحقون من تعليم جيد مدعوم بالمحاضرات المسجلة وإلا الأصل في المحاضرات المسجلة. جيد حملت هو من المنتدى الآن من الذي حملها من المنتدى كم واحد الآن حملها من المنتدى الأخ اللي أعطاني إيميل يقول لي أنا نسيت أرسلتها له
لكن الآن هي متاحة على المنتدى، هي متاحة على المنتدى. يعني عشر مرات مشاهدة خمسة. نعم لحظات بس. بل هي موجودة في المنتدى. أول موضوع أنزلته أنا الآن. يرد في اللي انزلها من المنتدى، يعني يرد مباشرة على الموضوع أنه تم يعني إنزالها أو تم تحميلها. طيب نعود إلى موضوعنا. نعود إلى الموضوع. طيب هل في أي إشكالات ولا نبدأ فيه؟ مشكلة في السماعات. سؤال، هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟
هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ الآن الآن واضح؟ غيرت الأزواج الآن أحاول. طيب الآن صوت واضح جدا. طيب بالنسبة لبيع العينة، بيع العينة والتورق، أنا ودي تركزوا معي في هذا الجانب، بيع العينة والتورق يشبهان بعضهما في أن في كل من النوعين صفقتان، واضح الآن؟ لكن ما الإشكال في بيع العينة؟ الإشكال في بيع العينة أن الصفقتين تدوران بين نفس الشخصين، يعني في الصفقة الأولى في بيع العينة البائع يتحول إلى مشتري في الصفقة الثانية، والمشتري في الصفقة الأولى يتحول إلى بائع في الصفقة الثانية، يعني تدور الصفقتين بين شخصين. زيد يبيع على عمرو سيارة ب50,000 ريال مقسطة أو مؤجرة إلى ما بعد 5 سنوات، هذه الصفقة الأولى. الصفقة الثانية يعود مرة ثانية زيد ويشتري السيارة التي باعها على عمرو بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، اشتريه ب40,000 ريال حالة وهو بايع عليه ب50,000 ريال مؤجلة. عادت السيارة الآن إلى من؟ أجيبه، السيارة خرجت في يد زيد ثم عادت إلى يد زيد، واضحة؟ خلونا الآن في العينة، خلونا الآن نشرح العينة، واضحة الآن؟ زيد عنده سيارة، عمرو ما معه شيء الآن، لا سيارة لا معه فلوس. أتى عمرو إلى زيد واشترى منه السيارة بثمن مؤجل أو مقسط على 5 سنوات، واضح؟ الآن أصبحت السيارة في يد من؟ أجيبوا، ركزوا معي وأجيبوا. لا، في يد عمرو، أصبحت السيارة في يد عمرو، خرجت السيارة من يد عمرو من يد زيد إلى يد عمرو، وأصبح في ذمة عمرو الآن 50,000 ريال مؤجلة أو مقسطة إلى 5 سنوات، واضحة؟ نجي للصفقة الثانية، رجع زيد إلى عمرو قال بيعني السيارة التي بعتك إياها واشتريها منك، هات السيارة، هات السيارة وخذ الآن كاش 40,000 ريال كاش، خذها في يدك الآن. أعطاه زيد مبلغ أقل من الثمن المؤجل، ثمن المؤجل أعلى، واضح الآن؟ الآن عمرو أعاد السيارة لزيد وخذ 40,000 ريال كاش. الآن عمرو خرج من عند زيد في جيبه كم؟ أجيبه، في جيبه كم؟ عمرو خرج من عند زيد في جيبه 40,000 ريال، وفي ذمته كم؟ خمسين ألف ريال في ذمته بيسددها خلال 5 سنوات، واضح الآن؟ واضحة؟ لاحظ العين، الصفقة جرت بين شخصين، ها يلعبون أدوار، يلعبون أدوار، هم نفس الشخصين. التورق يشبه العينة في هاتين الصفقتين، لكن لا، لكن شو؟ المشتري في الصفقة الثانية ليس هو البائع في الصفقة الأولى، حتى يكون التورق حلالا ينبغي أن يكون مشتري في الصفقة الثانية ليس هو البائع في الصفقة الأولى، شخص أجنبي. نفس الصورة السابقة، نفس الصورة السابقة، الصفقة الأولى هي نفسها، أتى عمرو إلى زيد واشترى منه سيارة ب50,000 ريال مؤجلة أو مقسطة على 5 سنوات، أخذ عمرو السيارة وأصبح في ذمته لزيد 50,000 ريال،
عمرو بيبيع السيارة، قال لي إذا أنا بشتريها، قال لا ما أشتريها مني أنت، لو اشتريتها مني أصبحت عينها، أنا أبيع السيارة على خالد. باع عمرو السيارة على خالد ب 40,000 ريال كاش، الآن أصبح المشتري الثالث اللي هو. نعم، الإشكالية في لما تتعامل بنوك التورق أنها تعبث قليلا، ما تحقق الأمر على وجهه، ينبغي أن تكون الصفقات منفصلة. يعني التورق يسبقه أمر يسمى المرابحة للآمر بالشراء، أني أذهب إلى البنك وآمره أن يشتري هذه السيارة من معرض الجميح أو من معرض عبد اللطيف جميل أو من معرض فورد، اشتري هذه السيارة. فالواجب على البنك ما هو؟ أن يذهب إلى المعرض ويشتري السيارة ثم يقبضها قبض أمثالها، ثم يقول للعميل ترى الآن اشتريت السيارة وملكتها وقبضتها قبض أمثالها، تريد الآن أبيع عليك بيع مؤجل؟ يقول العميل نعم أو لا، للعميل أن يرفض أو يوافق. بعد أن يشتري البنك السيارة، هذا ما أدري سؤالك كم، أجيب على سؤال طالبة لا أدري سؤالك كم على وجه الخصوص، أكيد في إحدى المحاضرات. واضح الآن؟ اتضح لكم الفرق بين العينة والتورق. الذي تجريه البنوك مشكلة فيما يسمى بالتورق المنظم، أن البنك يتوكل على العميل في كل شيء، يخاص يقول مالك إلا فلوس تدخل في جيبك وبطريقة شرعية، أنا أتوكل عنك في الشراء وفي القبض وفي البيع وفي إيداع المال في حسابك، كل هذا وأنت جالس الآن عندي. الواقع صورة العمل أنه وكالة صحيحة، الوكالة ليست حرام، ليست حرام أن يوكل شخص يبيع ويشتري، الوكالة جائزة ومشروعة. لكن الإشكال في ماذا؟ أن لما تكون المعاملة معاملة على العميل ما يدري وما يدري ما الذي يحصل فيها، وخاصة ينبغي أننا يعني نكون حذرين في التعامل مع البنوك. لماذا؟ لأن البنك حريص على أن يستكثر من التعاملات، لأن كل ما زاد يعني عمل الموظف كل ما حصل على عمولات، كل ما حصل على بونص. يعني الموظف الذي ينجز مثلا 50 معاملة في اليوم مو مثل الموظف الذي ما ينجز معاملة معاملتين، هو حريص أن ينجز معاملة في أسرع وقت ممكن، فجراء ذلك ماذا؟ قد يحصل التلاعب، قد يحصل التفريط في بعض الضوابط التي تقرها الهيئة الشرعية. طبعا البنك يكون عنده هيئة شرعية ومعطيته أوامر ومعطيته، لكن من يراقب تنفيذ قرارات الهيئة الشرعية؟ ولهذا البنوك، ولهذا لما جاءت المجامع إلى هذه المسألة قالوا الوكالة ما عندنا فيها مشكلة، يجوز للبنك يوكل، يجوز للعميل يوكل، لكن المشكلة في ماذا؟ لما توكل البنك على كل شيء، البنك يعني في يعني عندما يكون عمله في الظلام يعني على غير نظر العميل، إنه قد لا يعني يطبق الضوابط الشرعية كما أقرتها الهيئة الشرعية. واضحة؟ طيب، عندي سؤال آخر. الآن الصوت واضح، أنا أشعر أن السلك الآن في مشكلة. الصوت واضح الآن. الصوت هكذا أوضح. أو هكذا أوضح.
طيب هذا سؤال آخر. لو اشتريت السيارة وأخذتها لمدة أسبوع ورجعت بيتها على نفس الشخص الذي اشتريتها منه، هل يعتبر بيعي؟ نعم يعتبر بيعي. ما دام السيارة هو الآن هم يقولون إن العين المضاعف في العينة، سواء كانت سيارة أو بيت أو اسمنت أو غيره من أنواع المبيعات، ما دام بحاله لم يتغير فلا يجوز أن يعود إلى بائعه الأول. ولا يجوز أن بائع، لكنك مثلا والله لو أنك اشتريتها من المعرض على 5 سنوات مؤجل على 5 سنوات قادمة، وأنت ما زلت تسدد في الدين، بعد سنتين تقريبا السيارة لم تعد يعني تقول كانت جديدة، أصبحت الآن ماشية معك 100,000 كيلو متر، وكثير من جوانبها مصدم، وتغيرت حالتها تغيرا شديدا، هنا لا حرج أن تباع على بائع الأول. لا حرج أن تباع على بائع الأول ما لم يكن ذلك حيلة على العينة، ما لم يكن ذلك حيلة على الربا، ما في إشكال تعود إلى البائع الأول، يعني تغير صفة، الفقهاء يقولون إذا تغيرت صفة السلعة فلا حرج أن تعود إلى بائعها الأول، لأن هنا أمن يعني أمن الذريعة إلى الربا. اتضحت الآن. تسألني في لحظات يسيرة، من كان عنده يعني سؤال فليحضره حتى بس أعود الآن. إن شاء الله المحاضرة القادمة نبدأ من نحاول نبدأ من البيع منه يعني إن شاء الله تعالى. هل في سؤال آخر قبل أن نختم؟ طيب جزاكم الله خير على حضوركم وحسن استماعكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا إياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى. إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.